افتتحت في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية النسخة 23 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وسط مشاركة خجولة جدا من الدول العربية، حيث سيمثلها 5 رياضيين فقط من لبنان والمغرب. هذا العدد ليس استثناء في هذه النسخة، إذ إن النسخ السابقة من دورة الألعاب الشتوية كان عدد اللاعبين الرياضيين العرب فيها أقل من هذا الرقم أو متطابق معه. لعل هذا هو السبب الرئيس في عدم حصول الدول العربية مجتمعة على أي ميدالية في هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة على مستوى العالم حتى يومنا هذا.